وصلنا لفقرة الحرف اليدوية مع أخصائية الحرف اليدوية لبنى القاضي. صباح الخير لبنى. صباح النور. كيف حالك؟ أهلا. تمام، شو رح تعملي لنا اليوم؟ رح أعمل زينة من جنان البلاستيك على شكل ورد وفيهم ضوء. يعني رح تستعملي الأناني، خلينا نحكي أناني مية الشرب بالضبط لحتى نعمل منهم زينة بالضوء. زينة للضوء. اوكي تمام. أوكي. ايش رح نستعمل؟ ايش رح نحتاج غير أناني البلاستيك؟ رح نحتاج جنينة زي هيك وألوان. أوكي. وفراشي ومقاس عشان نقص الجنينة نعمل شكل البنية. تمام كتير منيح، يلا تفضلي نبلش. أوكي. رح ناخد جنينة زي هيك. تمام. فاضية. رح نعمل ناخد الجهة اللي من فوق بس. نعمل شوي المشرط. حلوة الفكرة، لأنه إحنا قديم نستعمل من هاي، نستخدم الضوء كمان لأنه آخر فترة كان في رمضان. فكان في أضوية كتير فبنقدر نستغلها على شكل تاني. صح مزبوط. ممكن ينعمل غير ورد أشكال تانية؟ ممكن حسب، يعني في أشكال ممكن ناخذ الجزء السفلي منها. نعمل أشكال تانية كمان. حلو الفكرة. بنبلش نقص فيها زي هيك. رح يطلع معنا زي هذا السلك الدواوي اللي انت عندك مو؟ السلك رح سلك اوريدي بكون مشتري من مكان او بكون اشياء جاهزة بتكون عليه بنشيلها وضل الضوء صغير. اوكي. بظن بنباعه هدول يعني هي اوريدي موجودة، يعني كانت زينة رمضان نفسها كان نقدر نستخدمها ونشيلها على الشكل. ونعمل تغيير هيك شوي عليها يمكن. هو هيك. زي هيك رح يكون شكل الجنينة. اوكي. بعدين نطويهم لورا زي هيك وبصير عندنا شكل ورده. والله فكره حلوه. هي لسه عليها مي شوي الجنينه بس مو مشكله ما بتنشف. بعدين بنقص الاطراف على شكل نعملها شوي ندورها شوي، مش حاده، ندورها بهذا الشكل. رح يكون عندنا هذا الشكل زي الوردة. بنختار اللون اللي حابين نحط فيه، مثلا زي لون الأصفر. هذه ألوان إيش؟ أكريليك بتكون. في ألوان نستخدمها على أكثر من نوع، ورق وبلاستيك وهيك أشياء. أوكي. هاي وبتنشف بسرعة عادة؟ يعني بالنسبة لغيرها بتنشف بسرعة. ممكن نستخدم ألوان تانية بس إشي يكون على البلاستيك بمسك. بمسك غير الأكريليك. في يعني في أشياء تانية إذا ما لقينا الأكريليك؟ في أشياء تانية. في ممكن نعمل الوردة بهاي الطريقة عشان نعملها بشكل طبيعي. إنها لونين يعني. بنعمل من جوا لون سادة، وبنعمل من برا على شكل بس بنرسم بالفرشاية. ناخذ هذا اللون مثلا بهذا الشكل. راح تعطينا شكل شوي طبيعي اكثر من انه صناعي. حلوه الفكره. رح يكون هذا الشكل عنا اللي هو اوريدي جاهز هون. بهذا الشكل صراحة. حلو اللونين اللي اخترتيهم، فوشي مع الاصفر. وفي عنا هون شوف لما تنشف. اوكي خلينا نخلي هاي تنشف. بنستخدم هذا الغطاء نعمل بالمشرط على شكل اكس فيه عشان تقدري تدخل الضوء. بس بدنا ندير بالنا يمكن هون بالمشط الشغل. بس نعمله من دخل القلم. اوكي عشان تقدري تفتحي له شيء صغير عشان نفتح للضوء الموجود عندنا. اوكي زي هيك بكون بندخله فيه زي هيك. بناخده ندخله بهاي الطريقه. نجيب الورده بنحطها. قد حلوة الفكرة وسهلة والله. سهلة كتير هي عشان هيك فظيعة.
شطوره لبنى. بتعرفي قد ايه بهذا الشكل حلوه، قد ايه الفكره بسيطه صراحه، بسيطه وسريعه كمان. والمواد موجوده يعني مش مكلفه بالبيت. بالضبط، خصوصا يعني انه جنان البلاستيك بتكون موجوده باي مكان بالسياره او بالبيت، نقدر نجمعهم ونستفيد منهم. ممكن نزين غرف اطفال بنات او لعيد ميلاد. بالضبط، الورد يعني بدي اقول لك لسه مش بس لمناسبه معينه، ممكن يزينوا فيها غرفه النوم، الباب مثلا ينحط على الباب بطريقه حسب الالوان ممكن نعملها. كثير حلو. طب ايش رايك نعملهم نحن الجزء الثاني كمان، هلا نعلمهم كيف عملتي انت الجزء السفلي نعمله بهذه الطريقه. ممكن الشكل هي مختلف شوي. اوكي، بس هلا هاي انت لما بتعمليها وين بتحطيها هاي؟ كيف هاي ممكن هيك الشكل، بس هاي ايش بدك تعملي فيها؟ منها ممكن نعمل ورد بهذا الشكل. ما احلى، فبتعطي اضاءه حلوه. اشوف والله كيف طلعت. كثير حلوه. بس شكلها وقعت معنا. فممكن نعملها بهاي الطريقه، ناخذ الجزء السفلي بس. هو يعني نفس الشيء بصفي. نقص بأحجام متساوية. إذا كان حجمها صغير والوردة عملناها كبيرة، ناخذ الشيء السفلي تاع القنين الصغير نحطه جوتها، بعطي شكل إنه وردة تكون أكثر من لون. حلو. يعني أو وردة هيك فيها تفاصيل أكثر، خلينا نحكي. تكون من جوا يعني تكون أكثر من لون. حلو. بهذا الشكل ممكن ناخذها. كمان نفس الشيء بنعمل. بتخليها شوي دائرية أكثر. أكثر. في أشكال مختلفة طبعاً، الجناني في أشكال زي هيك بتكون شوي جامدة، ممكن نعملها لإشي داخلي. هذا الشكل ممكن كمان نستخدمه. أوكي، رح صفي عنا هذا الشكل. هذا باللونه وبندخله بطريقة معينة على ورد كبيرة. بهذا الشكل بتعطي لون كثير حلو، بس ما بنختار الوان شوي بتكون شفافه عشان تطلع اللون الداخلي جويتها. طيب نلونه، هذا ايش تلونه؟ اوكي، بنلونه بنشوف شيء لون اخضر ما عملنا. اوكي، هلا ممكن عشان الاخضر نستخدمه على شكل ورق، تكون اوكي ورق للورده، ورقه ورده بصير كمان. صح، بنعمل له طبعا بالنص ثقب عشان ندخل فيه الضوء بالاول طبعاً. وبعدين بندخل الورده. اوكي، يعني حاسه انا الفكره مبدعه وبسيطه بنفس الوقت. هي يعني حلوه عشان بسيطه وسهله كمان، وسهلة ما بتاخذ وقت كثير، وللاطفال كمان الصغار مفيده، ممكن يساعدوكي بالتلوين مثلا. اكيد. عشان الالوان اهو لازم الا ما لازم يجي على الايد. بالضبط. اوكي اوكي، بهذا الشكل راح تكون، لانه اوريدي الجزء السفلي مش راح نستخدمه. نعمل هون ثقب وبندخله قبل ما نحط كلها مع الغطاء، مدخل الورده، فهون عشان مش راح الاقي شيء اثقب فيه طبعا. ما عملنا بدك القاعده، يعني بهذا الشكل راح تكون. هاي جوا هاي شو اوريدي بكون في ثقب، بندخل الضوء بعدين بنسكرها بتكون اوريدي طالعه. بتعرفي وهيك غيرنا شكل الورده. يعني هيك اذا بدنا نعمل تشكيله ورد شيء مع قاعده شيء بدون قاعده فبيطلع فكره حلوه. حلو. هو لما نستخدم الاشياء بنبلش نطلع اشكال، بتصير تطلع اشكال. لما كنت ارسم بالورد ما كنت يعني كنت راح اعمله ساده، بعدين لما كنت ارسم عملت بالاول من ورا بعدين عملت من فوق طلع معي هذا الشكل. فبطلع حلو يعني بعطي شيء طبيعي. فعلا شيء حلو. يعني شو بدي اقول لك لبنى، ايش مثلا هلا غير الورد ممكن ينعمل اشكال ثانيه؟ قولي لي كان عندك شكل ثاني. اشكال يعني ناخذ القاعده هاي كلها. أوكي.
ونعمل على شكل يا مثلا وردة من فوق أو على شكل أي حيوان مثلا ممكن يخطر ببالنا، أرنب أو أي شيء، إنه هيك بنخلي له شكل، وبعدين بنلونها وبنحط له مثلا عيون زي اللي ببيعوهم بكونوا بتحركوا. أوكي. زي مقلمة بنستخدم فيها أو شيء، يعني هو برجع إنه البلاستيك كثير شيء فليكسبل. نقدر نشتغل عليه بكذا شيء. حلو، يعني ممكن مش بس شكل ورده ولكن ممكن نعمل اشكال حيوانات. في كمان اتوقع فايسابة عملت شكل كانه شكل قاعده او للاقلام والاشياء بالبلاستيك. ممكن من اني عملوها برؤيه. حلو، بس يعني انا بحكي هلا لانه انت عملتي مثلا عن الدواو، فايش في هيك اشكال كمان الناس ممكن يعني يخطر ببالهم ورد وممكن ينعمل من الحيوانات؟ بنعمل اكثر من شيء. ممكن نعمل بهذا الشيء اللي بزيد عندنا، نعمل للنابكن بندخلهم فيه بنلونها وبنحط عليها اكسسوارات. حلو، بندخل فيها النابكن الموجود عندنا او لمحارم السفره او المناشف، بنحطهم بالحمام بطريقه انهم يضلهم منظر. حلو، نعملهم بهاي الطريقه، بس اكيد بدها شغل والوان او ماتيريال. يعني هاي الانينه نفسها ممكن نعملها منها ثلاث اشياء، ممكن هذا الجزء وهذا جزء ورده، بس بيكون واللي بالنص ممكن نستعمله زي ما قلتي انت للمحارم السفره، نلفهم فيها هيك اذا جايين الضيوف. كمان فكره حلوه. طب وهذا برضه بتلون تلوين ولا ممكن ينعمل عمل عليه اشياء؟ ممكن هذا نلبسه بقماش او نلبسه زي ورق هدايا او اي شيء ممكن، يعني زي ما حكيت لك انه بلاستيك بنعمل عليه يعني افكار إشي. حلوه. طب خلينا نشوف انا وياكي هيك إن هذا الحبل نورجيهم اياه كيف لما ينعمل. تمام، بهذا الشكل راح يكون بتعلق بطريقة تعليق الزينة، ممكن على الشباك او جوا الباب. بس بعطي شكل حلو بدل زريعة مثلا على بلكونة او اي شيء مكان ثاني. حلو، بعطش كثير حلو. طيب انا بدي اتشكرك عن جد لبنى القاضي، يعني فكره كثير حلوه. مسلم. فكره هيك ابداعيه حلوه، ومن اشياء زي ما حكينا دائما بنحب تكون من داخل البيت عشان ما يتغلبوا ستات البيوت لما يحبوا انهم هيك يعملوا شيء لبيتهم يزينوا فيه. بدي اتشكر وجودك معنا. شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيكي.